مش 10. الخبر مش 10. الخبر طب امال ايه؟ تقول لي 10 يا عم. طيب ست. ماشي ماشي. طب يا جماعه الشكوى دي جت لنا، عفوا بس كنت بدور على الخبر لانه ده جالنا قبل الفصل على طول مباشره قبل الحلقه، وتذكرت سيناريو الكلاب. الناس اللي بتربي كلاب وتربي كلاب غير امنه وبتعمل مشاكل للمواطنين وتعض المواطنين وبتعمل مشاكل جديد وموضة تربية الكلاب في مصر. الكلاب الرفق بالحيوان مطلوب والرفق بالإنسان مطلوب، يعني الرفق بالإنسان والرفق بالحيوان. طيب الرفق بالإنسان وانك تربي الكلاب ربيها وبس مع حفاظ ان انت ما تأذيش جارك او ما تعملش. احنا جات لنا شكوى وده دور المحليات يا جماعة، انا بتكلم هنا عن دور المحليات. يعني دي أزمة، احنا شفنا الازمات ومسلسل الناس اللي بتربي كلاب وكيف عملت جرائم في البلد من تربيه هذه الكلاب دون ضوابط، وقالوا ان الكلب اللي بتربي كلب لازم يكون فيه ترخيص، الكلب ده يحمل ترخيص والكلب ده مؤمن وانه ما يأذيش الجيران، وان انت بتربي كلب عندك في بيتك او في جنينتك او في فيلتك او على السطح بتاعك ما تأذيش الناس. في 6 اكتوبر في احد العقارات مش تربي لي 10 كلاب، في واحد يا جماعه ده فضيحه والله. في واحد راجل مواطن مصري عمل مزرعه للكلاب على سطح عماره كبيره معروفه في 6 اكتوبر، في احد احياء 6 اكتوبر ده الحي رقم كام؟ في الحي الثامن، في الحي الثامن في 6 اكتوبر على بيته. الناس راحت ونزل يا جماعه الشكوى اهي موجوده على الشاشه اهي، وبنى غرفتين على السطح عشان يربي فيهم الكلاب. الناس تضررت، اصحاب العماره ساكن العماره واتحاد الملاك اللي ساكنين في العماره، في اطفال وفي ناس وفي حريم وفي بهدله. الراجل ربى عمل السطح، قفل السطح وبناه يربي فيه 10 كلاب مزرعه. الناس تضررت وراحوا الحي، راحوا جهاز مدينه 6 اكتوبر. ماذا فعل جهاز مدينة 6 اكتوبر مع الناس دول؟ وأزالوا المخالفة وعملوا محاضر شرطة والدنيا خربان. ده اللي نعرفه بقى من المهندس شعبان الدغيدي رئيس اتحاد الملاك في هذه العمارة. أهلا بك يا باشمهندس. أهلا أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام. إيه القصة في عجالة بس يا سيادتك؟ أنا الحقيقة من سكان العمارة دي ومن فترة طويلة من أكثر من سنة بدأ واحد من السكان يربي كلاب في الاول في شقته، بعدين تطور الموضوع بدا يربيها على السطوح. وبعدين فوجئنا في مره من المرات واحنا طالعين نظبط الدش ولا حاجه، لقينا ان في مزرعه كامله، في عشش، في مباني، في سواتر بالحديد، وفي كلاب متوحشه وفي كلاب صغيره بتتربى للتجاره والبيع. طب انت عملتوا ايه سيادتك؟ احنا حضرتك مش احنا بس، احنا اشتكينا في الجهاز. ايوه جهاز في العمارات المجاوره. ايوه جمعوا توقيعات اكثر من 23 توقيع من عماره مجاوره لينا، وراحوا اشتكوا للجهاز. وانا شخصيا مع حد فريق من السكان رحت قابلت المهندس خالد سرور نائب رئيس الجهاز. اعرفه المهندس خالد سرور، راجل محترم. محترم وقابلنا كويس جدا وورانا محضر ازاله بتاريخ شهر 6/2018. تمام. هو الرقم عنده اهو، رقم المحضر الازاله 2208 ومحضر ثاني 2209 بتاريخ 5/6/2018. بالظبط يا فندم. ووعدنا انه فورا هيتم الازاله، ولغايه الوقت اللي بكلم حضرتك فيه ما تمش اي ازاله. بس الكلام ده كنت عنده امتى؟ عند خالد سرور امتى؟ من حوالي شهر يا فندم. وما تمش ازاله؟ وما تمش الازاله. ومش بس كده، وجئنا من حوالي اسبوعين انه الساكن ده لما لقى مفيش اكشن بيتاخد ضده. ايوه. من بره بالصدفه لقيته بينزل طوب وبينزل رمل وبينزل اسمنت وبيحاول يطلعه مع السطوح عشان يوسع المباني اللي هيربي فيها الكلاب. يا نهار ابيض. طب خليك معايا، خليك معايا يا سيادتك باشمهندس. شوفوا لنا يا جماعه، انا الاعداد المهندس خالد سرور وانا برئيس الجهاز. هو كان المهندس حسام بدوي كان رئيس الجهاز لحد فتره، بس حصل تغييرات ما اعرفش موجود في مكانه ولا مش، ويعني اتنقل من مكان تاني. اخر مره كلمته من حوالي اسبوع قال لي انه بقاش موجود في مكانه دلوقتي. هو راح اتنقل مكان تاني، مسك جهاز تاني. حسام بدوي كان راجل محترم. طب شوفوا لنا خالد سرور يا جماعه كده. طيب
طب يا جماعه طب كمل كلامك يعني، يعني انتوا عملتوا توقيعات من السكان المجاورين؟ احنا مشينا في اتجاهين يا فندم، عماره مجاوره لينا جمعت توقيعات وراحت بلغت، واحنا كمان رحنا بلغنا، فقالوا لنا في الجهاز ان في بلاغ اوريدي متقدم قبل كده واتاخد قرارين بالازاله. ايوه، واحد منهم اخره في شهر 6/2018 5/6/2018 ولم يتم تنفيذه حتى تاريخه. والجماعه نزلوا لنا القرار على الشاشه ثاني يا جماعه برضه، اهو القرار موجوده الاعداد. المشكله يا فندم ان احنا عندنا اطفال وعندنا احفاد طيب، والناس طالعه نازله على السلم. طيب رسالتك وصلت يا ريس، وانا وهنتواصل معاك. الاعداد خد الشكوى وخد الورق معاك، وهنتواصل معاك نشوف المشكله ديت، وهنتواصل مع الجهاز، ونتمنى ان يكون حد من الجهاز سمعنا ولهم حق الرد عن هذه المشكله. يا جماعه لازم الاجهزه ماذا جرى. واشكرك جزيلا جدا، الف شكر.